تمام، هنرجع نكمل الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عليه. هنتكلم على الاوستيوبلاستي. الاوستيوبلاستي كلمه بلاستي زي ما احنا كلنا متفقين او عارفين خلاص ان هي عمليه ريكونتورنج للكونديشن، الغرض بس ان انا اعمل ريكونتور لحاجه بسيطه. تمام. طيب اوستيوتومي او الاوستيوكتومي، تمام، الغرض منها ان انا اعمل ريموف. لو احنا شايفين على الصوره اللي تحت الاوستيوكتومي، تمام، انا بتكلم على تورس بلاتينس. التورس بلاتينس دي عباره عن نورمال فاريشنز بتبقى موجوده في الهارد بلد زي ما انتم شايفين. لو العيان ده مع الوقت، تمام، محتاج ان هو يعمل دنشر او خلع كل اسنانه، طبعا مش هيبقى فيه اي ستابيليتي للدنشر بتاعته، عشان كده بنبدا نعمل لها سيرجيكال ريموفال وسموثنج للكونديشن اللي موجود. عملنا فلاب اليفيشن مع الكونديشن، بدانا نقسمها شكل مربعات بسيطه عشان اقدر اشيلها بالشيزل بسهل بشكل سهل معايا، تمام، وبعد كده سموثنج للكونديشن وقفلنا. وده شكل الهيلينج. طبيعي يبقى شكل الهيلينج بالشكل ده لان البلد ما فيهوش نوع من انواع الاليستيسيتي، تمام، فممكن يحصل معايا هيلينج بالسكندري انتشن العادي خالص. تمام، ده الاوستيوكتومي. تمام، دي من ضمن الانديكيشنز اللي انا ممكن ان انا استخدمها مع الاوستيوكتومي. تمام، حاله زي الحاله الاولانيه من ضمن الانديكيشن ان انا اقدر اشيل فيها اقدر ان انا اشيل فيها البون باترسنج اللي ممكن يبقى موجود معايا زي ما احنا شفنا في الصور. تمام، من ضمن الحاجات اللي انا ممكن استخدم فيها الاوستيوكتومي تمام، هي عباره عن الحالات اللي فيها بيرودونتال بوكت. انواع البون لوس اللي ممكن يحصل مع العيان، احنا قلنا ممكن يبقى عندي فيرتيكال بون لوس وممكن يبقى عندي هوريزونتال بون لوس. الفيرتيكال بون لوس في انواع واشكال كتير مختلفه منه، تمام، ممكن يبقى الفيرتيكال بون لوس يبقى عنده لوس من مكان واحد بس، ممكن يبقى لوس من اكتر من مكان، كميه الوولز اللي موجوده في الديفكت شكلها مختلف او حجمها مختلف، محتاج ان انا اعمل سموثنج للكونديشن او ان انا اشيل السبيكيولز بتاع البون الزياده اللي موجوده جوه البرودونتال بوكت عشان اخد في الاخر هوريزونتال بون لوس الطبيعي كنوع من انواع الاليمينيشن للبرودونتال بوكت مش الريجنريشن. تمام، التفاصيل الصغيره ديت مش مطالبين بيها قوي. تمام، بس تعال نشوف الفيديو البسيط اللي هيجي قدامنا ده والخطوات اللي بيعملها معايا في الاوسيا سيرجري. ده السيكونس الطبيعي خالص بتاع البرودونتال ديزيز. انا عاوز اقف عند الجزء ده. تمام، ده نفس الحاله اللي انا كنت شغالها من فوق، بس انا كان معايا باترسنج للبون معي. هنا عندي البون من ناحيه البقل مستواه عالي، البون من ناحيه اللينجوال او الناحيه البلتال لو كان ابر مستواه عالي، بس عندي ما بينهم الاثنين ديفكت. الديفكت ده بقول عليه كراتر فورم فورميشن او كراتر بون ديفكت. تمام، كراتر بون ديفكت. طيب هنا الحاله اللي موجوده قدامي ديت انا ممكن اعالجها بكذا كونديشن. ممكن ان انا اعالجها باستخدام الريجنريشن سيرجري زي ما انا عملت. ممكن اقول لك الحاله دي انا هعالجها باستخدام البوكت اليمينيشن، يعني ببساطه جدا هقدر هقوم جاي شايل الجزء البون بتاع البقل ده وشايل جزء البون بتاع اللينجوال ده ومخلي البون هنا في مستوى واحد، يبقى انا كده عملت اليمينيشن للديفكت. تمام، عشان اعمل الستيب دي انا بعمل اوستيوتومي. تمام، طيب تعال نبص على الكونديشن اللي موجوده بالنسبه لي، نكمل بقيه الفيديو نشوف هيعمل ايه. زي ما انتم شايفين الدبس بتاع الديفكت بتاعي نازل لتحت خالص. درفتنج للسنان مش شرط ان هو يحصل، تمام، وارد ان هو يحصل. ده هنا شكل هنا ديفكت زي ده يا جماعه بشكل اللي هو طبيعي انا مش هعمل فيه اوستيوكتومي، انا هعمل فيه ديجادت بون ريجنريشن، ان انا هبقى واثق ان انا اخد فيه ريزلت بشكل كويس جدا. الستبس اللي انا بعملها كدكتور ما انتوش مطالبين بيها، انا بعمل فيرتيكال جروفنج وبعد كده ببدا اعمل اشيل الحاجه ديت باستخدام الشيزل بتاعي.
كل وظيفة حضرتك معايا انك بتعملي لي ريفليكشن للمكوزة، ممكن تعملي لي ريفليكشن للتانج، ممكن اضافة الى انك تمسكي لي السكشن بتاعك كويس خالص، ان انا شغال بكونترا معايا سوفت تيشو، فمش ببقى محتاج ان الكونترا خالص تلمس السوفت تيشو. تمام، ببدا اعمل جروفنج. انا هقول بس عشان انتوا تبقوا عارفين هو بيعمل ايه. تمام، بعد ما عمل جروفنج بالشكل اللي موجود قدامك ده، شايفين شكل اللي هو الفاينل ريزلت اللي حصل؟ انا عملت اليمينيشن للبوكت، تمام، بس خدت في الاخر ريسيشن. تمام، العيان اللي موجود قدامي ده ما عادش فيه اكل بيبدا يخش له جوه اسنانه جوه البرودونتال بوكت. تمام، ما عادش فيه فود انفكشن اللي هو بيضايقه، يعني هو كان دايما بيتضايق من الفود انفكشن اللي موجود. قللت البين، وده في حد ذاته سكسس، يعني البين اللي هو الكرونيك او الكونفنشنال اللي هو ماشي مع البرودونتال ديزيز قل معايا. تمام، بس في حاله زي اللي موجود قدامي دي انا ببدا اعمل ابيكالي بوزيشن ديفلاب، يعني بنزل الفلاب على ليفل البوت، او حتى لو ما نزلته هو هينزل اوتوماتيك معايا. تمام، بدا يتكون عندي ريسيشن، وده من ضمن الكومبليكيشنز اللي بتحصل مع الكونديشن دي. تمام، العيان هنا ممكن يبدا يكون معرض للكومبليكيشنز بتاع ريسيشن من سنسيتيفيتي، حساسيه مع السائع والسخن، هتقعد فتره وتروح. تمام، مفيش اي مشكله، بس ده برضو من ضمن الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل. فعشان كده دايما انا هيبقى معايا بالانس للكونديشن. تمام، هل معنى كده ان انا ما استخدمش سيرجري دي خالص؟ لا، في حالات انديكيتد. تمام، ما اقدرش ان انا اقول ان انا ما اقدرش استخدمها. لو انا عندي الديفكت بتاعي ما هواش كنترول زي ما هو موجود كده، ما هواش عامل كافيتي يحوش لي او يشيل لي البون جرافت بتاعي، وعندي بس يا دوبك ليبيال وول او لينجوال وول واحد من البون موجود والباقي مش موجود، حاجه زي ديت لا، انديكيتد ان انا اعمل فيها استيوكتومي. تمام، وابدا اشيل بيها جزء البون اللي موجود. تمام، تعال نكمل الفيديو. ده شكل الكراتر في الاول، لو امكن نرجع الحته دي كده. هنا في الجزء ده، هنا شكل الليبيا البون اهوت، واللينجوال بون والليبيال بون، شكل الديفكت عامل كده بالظبط. هنا الديفكت بتاعي ده. تمام، ده شكل الديفكت بتاعي، ده مهم جدا. ده شكل الكراك، هو ببساطه هيبدا يشيل لي جزء البون ده. تمام، وهيبدا يشيل لي جزء البون ده، بحيث ان البون بتاعي في الاخر يبقى واخد شكل هوموجينوس بالشكل اللي موجود قدامي ده. تمام، خلاص انا شلت كل الديفكت، بس زي ما احنا اتفقنا هيبقى عندي مجموعه من ريسيشنز اللي ممكن تبقى موجوده. زي ما انتم شايفين ده شكل الانسيجن بتاعي او الكونفنشنال انسيجن. ده البروستيال اليفيتور اللي ببدا اعمل بيه اليفيشن من الفلاب، بيبقى شكله كونفكس، الجزء اللي هو كونفكس بتبقى ناحيتي من بره او ظهره ناحيه سوفت تيشو عشان ما يعمليش لاسيريشن، بيبقى تاتشد بالبون او السنم بتاعي. بدا يعمل لي اليفيشن للفلاب، زي ما انتم شايفين ده هاي سكشن مش لو سكشن. تمام، عشان يقدر يشيل لي البلود. الحاله ديت بتبقى انفليم في جرانيليشن تيشو. تمام، بدا يعمل لي السكيلنج الطبيعي جدا ان انا بعمله. تمام، بالمانوال سكيلنج، بس هنا اسمه اوبن فلاب، انا ببقى شايف انا بعمل سكيلنج فين وازاي. تمام، شايف كل التيشو اللي موجود، شايف الريمننت بتاع الكالكولس، عمل لي كليننج للكونديشن، شال كل الجرانيليشن تيشو. تمام، ده كورنر ستون في البرودونتال سيرجري، الغرض منه ان انا اوصل للكونديشن دي او للنقطه دي. تمام، ابقى استفدت. اللي هو بيعمله دلوقتي بيعمل حاجه اسمها روت بلاننج. تمام، بيبدا يشيل لي السمنتم بتاع العيان بتاع السنان بتاعتي. هنا البروب نازل ما بين التوتوس. هيبدأ يطبق الحاجة اللي موجودة، هيبدأ بالبير بتاعه
يبدأ يشل البون بحيث ان الموضوع يبقى سموث. البون اللي هو ما بين الاثنين ليبيال واللينجوال وول يبقى مساوي للديفكت اللي موجود بالنص. تمام. اللي هو بيعمله دلوقتي ده اسمه اوستيوكتومي، اللي هو شل البون بتاعي. تمام. طيب انا عاوز اوريكم امتى انا ببدا اوستيوبلاستي مع العين. ده البون شيزل. تمام. لغايه دلوقتي ده كله اوستيوكتومي. هنا عمل ادابتيشن، نرجع سنه صغيره. هنا بقى هنا الاوستيوبلاستي. تمام. ايه اللي انا بعمله بعد انا ما شلت البون بتاعي؟ هل الديفكت اللي موجود قدامي زي ما احنا كنا شايفينه في الحاله هو موجود انت بروكسيمال، تمام، ما بين السنين. طب انا بعمل ايه بعد كده؟ انا عندي الروت بتاعي اهوت، تمام، وده الروت بتاع السنه الثانيه. تمام. انا كان عندي البون ليبيا اللي موجود كده، وكان موجود برضو على الليبيا بتاع الروت بالشكل اللي موجود. اللي انا عملته ان انا نزلت البون بتاعي للمستوى ده، فبقى عندي الليفل انت بروكسيمال بون كده. طب هل ده الطبيعي؟ هل ده الشكل الطبيعي اللي موجود عليه كلنا؟ لا، الطبيعي ان الانتر بروكسيمال بون بيبقى اعلى من البكال واللينجوال بون اللي هو النورمال اركتشر بتاع البون العاديه خالص. لو انا عملت اوستيوتومي او بالشكل اللي موجود ووصلت للمستوى ده، لازم ارجع، لازم انا كمان اشيل بون من الناحيه الليبيال بحيث على الاقل اخليهم الليبيال مع الانتر بروكسيمال بون ليفل فلات. تمام. ما خلوهوش بالشكل النيجاتيف. يعني انا لو كده ده المفروض انتر بروكسيمال، تمام، والليبيال والليبيال طالع لي بالشكل اللي موجود قدامي ده، يبقى كده عندي مشكله. الطبيعي ان الليبيال يبقى تحت والانتر بروكسيمال هو اللي ممكن يبقى موجود فوق. تمام. دي كلها ستيبس انا بعملها. الغرض من الكلمتين اللي انا قلتهم دولت ان انا الحاله دي عملت في الاوستيوكتومي، في الاخر فنشتها باوستيوبلاستي. تمام. طيب من انواع البرودونتال سيرجري الثانيه، انا عندي برودونتال بلاستيك سيرجري، عندي برودونتال بلاستيك سيرجري. تاني عشان الناس اللي هي ممكن تكون تاهت معايا، احنا اتكلمنا على ايه؟ احنا اتكلمنا على الانديكيشن او الادفانتج بتاع البرودونتال سيرجري، اتكلمنا على الجنجيفكتومي، واتكلمنا على جنجيفوبلاستي ان انا اشيل بيها جنجيفال انلارجمنت، اتكلمنا على الفلات سيرجري في جايد تيشو ريجينريشن، اتكلمنا على الاوستيوكتومي، واتكلمنا على الاوستيوبلاستي. اوكي. طيب من ضمن الحاجات الكتيره اللي احنا بنقابلها هي البرودونتال بلاستيك سيرجري. تمام. البرودونتال بلاستيك سيرجري دي كاتيجوري كبيره، من ضمنها تشمل الكراون لينسنج، ده تبع البرودونتال بلاستيك سيرجري، الريجي اوجمنتيشن، الناس اللي عندهم ديفكت بعد الاكستراكشن. تمام. استاتيك سيرجيكال كوركشن، كفرج للديونيتد تيس او الريسيشن بتاعي، ريكونستراكشن للبابيلا، البابيلا ما عادش موجوده وهعوضها تاني. تمام. اعمل كوركشن حوالين امبلانت. تمام. سيرجيكال اكسبوجر لان قربت التوس وانا بعمل اورثودونتك تريتمنت، في اسنان بتبقى امباكتد محتاج ان انا اعمل لها اكسبوجر عشان ابدا ابينها. البرودونتال بروسودونتك كوركشن اللي من ضمنها الكراون لينز. تمام. دي كلها البرودونتال بلاستيك سيرجري. تمام. طيب انا هتكلم على ايه في الكونديشن اللي موجوده قدامي دي؟ انا هتكلم على الميديكال جرافت والفري جينيفال جرافت. تمام. الاثنين دولت انا بستخدمهم في علاج الجينيفال ريسيشن، الاثنين دولت انا بستخدمهم في علاج الجينيفال ريسيشن. تمام. بص على الحاله اللي موجوده، انا عملت بلاننج للحاله، شفت كميه الريسيشن اللي انا قستها مع العيان. تمام. عباره عن 5 مللي. دي برامج كتير جدا ببدا استخدمها للحاجات دي ديجيتال، بس انا مش شرط ان انا استخدمها، ممكن اشتغل بالشكل المانوال اللي موجود، وده شكل الريسيشن اللي موجود مع العيان. تمام. انا محتاج ان انا اعالج الريسيشن اللي موجود قدامي ده. تمام. في انواع كتير جدا من السيرجري اللي انا ممكن استخدمها. تمام. من ضمنها او اللي مذكور عندكم في تكست بوك عشان ما نطولش عليكم في الجزء ده، هو عباره عن البيديكال جرافت وهو عباره عن الفري جينجيفال جرافت. تمام. نركز في الصورتين اللي موجودين فوق. تمام. انا عندي هنا ده الشكل الجينجيفال مارجن الطبيعي خالص. تمام. والسوفت تيشو اللي موجوده على السينجيفال مارجن. انا هعمل حاجه هنا اسمها سبليت سيكنس فلاب او بارشل سيكنس فلاب.
لو انتوا بصيتوا انا مشيت بالمشرط بتاعي في اللاين ده تمام، ومشيت في المشرط بتاعي في اللاين ده، ومشيت في المشرط بتاعي في اللاين ده تمام، ومشيت كمان في اللاين ده لغايه ما وصلت لي عديت الميوكو جينجفال جانكشن بتاعي تمام. بس انا عملت بارشال سيكنس. يعني ايه بارشال سيكنس؟ يعني انا رفعت الابيثيليوم وجزء من الكونكتيف تيشو، البروستيوم اللي لازق في البون موجود زي ما هو. بعد ما خدتهم او عملت الانسيجن ده، خدت الجزء ده بقى سايب معايا، خدته على الناحيه اليمين كده عشان اغطي بيه ريسيشن زي ما انتم شايفين. تاني عملت بارشال سيكنس، يعني انا الجنجفا بتاعتي او الابيثيليوم بتاعي بالكونكتيف تيشو والبروستيوم ده السوفت تيشو، انا عملت سبليت، خدت ابيثيليوم وكونكتيف تيشو وسبت جزء من الكونكتيف تيشو مع البروستيوم لازق على المنطقه دي، وبعدين عملت سوتشرينج، خيطت الحته دي بالشكل اللي موجود وثبتها كده. طب ايه اللي انا استفدته؟ الجزء ده بقى اكسبوزد في الاورال كافيتي، بغطيه برودونتال باك عادي خالص زي ما هنتكلم بعد شويه، وهيحصل له هيلينج بالسكند انتنشن وهيرجع تاني زي ما كان موجود قبل الاول. جزء الابيثيليوم اللي انا خدته يمين ده غطى لي الريسيشن بتاع السنه اللي جنبه، وعملت نفس الجزء هنا. طيب اللي انا عملته ده اسمه ايه؟ ده اسمه بيديكل فليب. اللي انا عملته ده اسمه بيديكل فليب او لاترال بيديكل فليب تمام. ده التكنيك اللي احنا بنستخدمه. طيب البيديكل فليب ده ايه ميزاته؟ تمام، ميزاته كالاتي: انا حركت التشو بس ما قطعتش الروت بتاع التشو تمام، لسه يعني الجرافتنج ماتيريال لسه موجوده في الدونر سايد بتاعي. طب ايه الميزه دي؟ الميزه دي هتديني ان البلاد سبلاي بتاع الجزء ده ستيل لسه موجود، لسه بياخد بلاد من هنا تمام. فانا عالجت ريسيشن وفي نفس الوقت حافظت على البلاد سبلاي بتاع الكونديشن بتاعي. يبقى البيديكل فليب من ضمن المعلومات الاساسيه او المهمه اللي احنا نعرفها ان هو الدونر سايت لسه موجود او لسه اتاتشد مع الدونر سايت بتاعي. طيب الكونديشن اللي فوق دي انا ممكن اعالجها بطريقه ثانيه خالص، بعالجها بحاجه اسمها الفري جينجيفال جرافت تمام. ايه اللي انا بعمله؟ باجي عند البلد بتاع العيان وباخد جزء من السوفت تيشو بتاع الهارد بلت اللي موجود، سوفت تيشو بتاع الهارد بلت اللي موجود قصاد بالظبط الفور والفايف والسكس تمام. اخد جزء السوفت تيشو اللي انتم شايفينه بلون، حتى افتح من اللون الجينجيفا لان لون البلت بيبقى افتح شويه تمام. وباجي اقوم جاي مغطي بيه الريسيشن او معوض بيه الاتاتش جينجيفا اللي موجوده اللي كان حصل لها لوس، وبعد كده بغطي الريسيشن بفلاب تاني، او ممكن اعمل الاثنين مع بعض واغطي الريسيشن اللي موجود بالنسبه لي. طيب حلو جميل، يبقى انا استخدمت دلوقتي حاجه اسمها فري جينجيفال جرافت. طب ايه من اسمه استفدت ايه؟ فري معناها ان الدونر سايد بتاعه تمام اللي هو البلد بالنسبه لي تمام، انا خدت التشو منه تماما تمام، وحطيته في مكان اواي فروم تمام الدونر سايت تمام، هياخد له بلس سبلاي من السوفت تشو اللي تحته تمام، لان انا قاطع بالمشرط من تحته التفاصيل عمليه معينه تمام. يبقى الجزء المهم اللي انتم تعرفوه ان الفري جينجيفال جرافت، فري جينجيفال جرافت ده بيتحط بعيد عن الدونر سايت بتاعي وبياخد بلس سبلاي من الريسيبيانت سايت اللي موجود، انما الميديكال فلاب بيتحط جنب الدونر سايت والبلس سبلاي بتاعه من الدونر سايت تمام. طيب تعالوا نبص على العمليه الاولانيه تمام، دي اللاترال ميديكال فلاب تمام، عوضنا الكونديشن ما عادش عندي ريسيشن باي شكل من الاشكال، ده الشكل الكلينيكال الفاينل بتاع العيان تمام. تخيل احساس الريسيشن والبين اللي كان بيحصل وبدا يروح معايا. نيجي نبص على الحاله الثانيه، ده الفري جينجيفال جرافت خلاص بدا يلزق معايا مع الريسيبيانت سايت، بقى جزء من الريسيبيانت سايت. بعد كده خدته بعمليه ثانيه، رفعت لفوق الفلاب ده كله، عملت ايبيكالي بوزيشن كرونالي بوزيشن لفلاب وغطيت الريسيشن اللي موجود، وعملت كراونز زركونيومز في الاخر عشان اقفل الدياستما اللي موجوده، وصلت في الاخر بالشكل الفاينل اللي موجود قدامك ده تمام. دي من الحالات اللي احنا عملناها، اللي انا عملتها الحمد لله. طيب تخيل احساس الحاله او اهميه البرودونتال ثيرابي تمام. حاله زي ديت بالمناسبه يعني كانت حالتها نفسيه وكانت بتروح لدكتور نفساني من الشكل اللي موجود، من كميه اللي هو الكلام السيء اللي بتاخده على شكل اسنانها تمام. لما وصلت للمرحله دي ما تتخيلوش نفسيتها بقت عامله ازاي تمام. ده جزء مهم. نبدا للسؤال الاولاني في المحاضره بتاعتنا، البيديكل فلاب هاز ا دونر سايت ذات از لوكيتد اواي فروم ذا جرافت سايد ترو اند اور فولس. ترو اور فولس، الناس تجاوب على الشات.
تمام زي ما انتوا جاوبتوا هو عبارة عن فولس لان الدونر سايت ببساطة جدا بتاع البيديكل فلاب بيبقى موجود جنبه مش اويج. اوكي نخش على السلايدز اللي بعدها. من ضمن العمليات اللي انا ببدأ اعملها للكونديشن بتاعتي هي عبارة عن الكراون لينسنينج. تمام كراون لينسنينج زي ما انتم شايفين في الصورة A. تمام انا عندي 2 كراون موجودين ما عنديش sufficient soft tooth structure ان انا اعمل عليها كراون تبدأ يديني retention للكراون بتاعي. تمام ببدأ اعمل full thickness flap ببدأ اشيل الفلاب حوالين الحالة اللي موجودة ببدأ اعمل removal للبون حوالين السنان بتاعتي. تمام وبعد كده بعمل ريموفال للسوفت تشو وببدا اعمل ريبوزيشننج للكونديشن تاني. ده الكراون لينسنج الغرض منها ان انا اوصل من اللينس البسيط جدا بتاع الكراون الاوكسوبوز بالنسبه لي ده لينس سفيشنت عشان بتوع البروس يقدروا يعملوا لي كراونز بشكل كويس. تمام تتاخد ريتنشن بشكل كويس. هنا مجموعه من البلاننج كتيره جدا ان انا بحتاج ان انا اعملها مع كونديشن زي دي. تمام طيب حالات كتير جدا من اللي انا ببدا ان انا استخدمها بستخدم او معظم البرودونتال سيرجري اللي انا بعملها ببدا استخدم معاها اي البرودونتال سيرجيكال دريسنج او البيريو باك. تمام البيريو باك ده مهم جدا بالنسبه لنا يا جماعه. ده شكل البيريو باك. تمام هي عباره عن عجينه. تمام عباره عن عجينه ببدا اعمل لها ميكس. تمام وببدا اعمل لها ابلكيشن بالشكل اللي موجود قدامنا ده. تمام مجرد ما نعمل لها ابلكيشن بالشكل اللي موجود قدامنا ده بقدر اخد استفيد منها بمجموعه من الميزات. اول حاجه ان هي عباره عن بروتكشن للفلاب بتاعي. تمام انا عملت سيرجري هنا تخيل لو انا سايبها اكسبوزد مع اي اكل مع اي حاجه بتبدا تعمل لي بين للعيان فانا قللت البين مع العيان نتيجه للتروما. كمان قللت الفود ديبرس ان هي تبدا تخش تمام على مكان السيرجري بتاعي. في بعض الاحيان انا محتاج البيريو باك عشان كنترول الفلاب بتاعي في المكان اللي انا اخترته. تمام فبتعمل لي جايدنج للفلاب بتاعي بالشكل اللي موجود. تمام لو انتم شايفين ان البرودونتا البيريو باك ما هياش نازله للفيستيبيول عشان العيان يقدر يتكلم وما تعمليش ألسريشن في المنطقه دي وما هياش طالعه على الاوكلودال سيرفيس بتاع السنين عشان ما تعمليش هاي بوينت تروما من الاوكلوجنز بتاعتي. تمام يبقى البيريو باك من ضمن الميزات بتاعتها او ان احنا عارفين او نقولها من الاول البيريو باك عباره عن ماتيريال زنك اوكسيد اجنول. تمام ببدا استخدمها ميكسنج مع بعضها بحطها كنوع من انواع البروتكشن بعد البرودونتال سيرجري. هي من ضمن ميزاتها ان هي هولد الفلاب ان بليس بروتكت ذا نيوليفورم تيشو مينيمايز البوست اوبرتيف بين انفكشن اند هيمريج بروتكت ذا سيرجيكال سايت فروم تروما ديورينج ايتينج اند درينكينج سبورت الموبايل تيس في بعض الاحيان بس مش هعتمد عليها بشكل فعال في السبورتنج لازم اعمل سبلنتنج انا كدنتست للسنان اللي فيها نوع من انواع الموبيلتي. تمام ده البيريو باك. طيب عندنا نوعين اثنين اساسيين من البيريو باك. البيريو باك اللي هو زنك اوكسيد ايجينول ونون ايجينول دريسنج. تمام الزنك اوكسيد ايجينول دي القديمه البيريو باك القديمه اللي موجوده بالنسبه لي عباره عن باودر وليكويد ببدا الاثنين اعمل لهم ميكس مع بعض. تمام بس دي ميزتها او ان هي بتاخد وقت عشان يقدر يحصل لها سيتنج واقدر احطها واركنها شويه واشتغل براحتي بس لها ديس ادفانتج خطيره. تمام عيانين كتير جدا لها ديس ادفانتج ان في اليرجي. تمام بتحصل من الايجينول الموجود الايجينول اللي هو القرنفل. تمام من الايجينول اللي موجود في جوه البيريو باك. تمام طيب والالرجي دي بتبقى شكل ريدنس وانفلاميشن وبيرنينج سنسيشن مكان السيرجري. تمام تخيل انا عامل سيرجري وكمان مديله انفلاميشن مكان السيرجري نتيجه لالرجي او حساسيه من الماتيريال موجوده معايا جوه البيريو باك. الماتيريال دي هي الايجينول عشان كده بداوا يطلعوا نون ايجينول دريسنج. تمام او البيريو باك ما فيهاش ايجينول ودي بتيجي بشكل تو تيوب اكتيفيتور وكاتاليست. تمام ببدا اعمل لهم ميكس مع بعض. تمام بس دي بتاخد وقت قليل جدا ما فيهاش نوع من انواع الالرجي. تمام لان انا شايل الايجينول او الماتيريال ان انا بعمل بيها ميكس. تمام يبقى انا عندي البيريو باك بي اي سي كي. تمام ده
الماتيريال ان انا بستخدمها سواء كان زنك اوكسيد ايجينول دريسنج تمام بودر وليكويد او نون ايجينول دريسنج اللي هو البريو باك من غير سي تمام. لو انتم لاحظتوا الفرق هنا البريو باك ده تريد نيم تمام, ده تريد نيم للماتيريال دي او الكوباك تمام, ده اسم تريد نيم ببدا استخدمه معايا للماتيريال من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تبقى موجوده معايا. اوكي ببدا اعمل ميكس للبريو باك اللي موجود تمام. نيجي نبص على السؤال الثاني في المحاضره. Source of allergy of zinc oxide ethanol back is zinc oxide ethanol impurities. نستجاوب على الشات. تمام زي ما انتم جاوبتوا ان السورس بتاع الالرجي بتاعتي هي عباره عن الايجينول. طيب عندي مجموعه من البوست سيرجيكال انستراكشن, انا خلصت حطيت البريو باك بتاعي تمام, المفروض ان انا ادي للعيان مجموعه من الانستراكشن واكد عليها خالص تمام. اول حاجه ان العيان ده المفروض ان هو يقلل اي اكتيفيتي بتاعته لمجموعه من الايام او يستريح شويه لمجموعه من الايام, وخصوصا الاكتيفيتي اللي بتاخد كورس كبيره او بتحتاج مجهود كبير تمام. هيبدا يتمضمض مكان الماتيريال تحت باستخدام الماوس ووش العاديه خالص بتكنيك معين او بشكل معين. المفروض ان هو ما يتمضمضش في اول 24 ساعه ده لو هو عامل اكستراكشن, انما في الشكل الطبيعي خالص مع السيرجري بتاعتنا انا عامل فلاب وعامل سوتشرنج فبيقدر يتمضمض من غير ما يعمل لي نوع من انواع الفورس بتاعي تمام. ببدا احط جوز او البريو باك بتاعي تبدا تقلل لي البليدنج بتاع العيان, بس لازم ااكد مع العيان لو انت عندك بليدنج كتير او حاسس بكميه بليدنج كتيره جايه موجوده عندك, يبدا يحط على النقطه اللي نازل منها بلد جوز صغيره ويبدا يعمل فورس عليها لمده 10 او 20 دقيقه ما يشيلش قبل كده تمام. لو الدم وقف تمام, ما وقفش المفروض ان هو يرجع لي تاني العياده تمام. عند مجموعه هيحس طبعا لازم اقول للعيان ان هيبقى في نوع من انواع البين اللي بيبقى موجود, عشان كده انا بدي انالجيسكس مع العيان بقول للعيان انت ممكن تحس بمجموعه من الالم, فببدا اكتب له مجموعه من البين كيلرز اللي ممكن يبدا يستخدمها تمام. العيان او الانتيبيوتكس من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نكتبها او ممكن ما نكتبهاش للعيان على حسب الكونديشن والسيفيريتي بتاع الكونديشن. لازم ندي عيان انستراكشنز ان مكان السيرجري ممنوع الاكل عليه تماما تمام. الاكل بتاعه يكون عباره عن سوفت فود تمام, ما فيهوش اي حاجه شارب, يعني ما ينفعش مثلا ياكل بطاطس تمام, البطاطس المقليه او الشيبسي او الكلام ده كلاته ممكن تخش او تعوّل الانسجن بتاعي او تعوّل الفلاب بتاعي تمام. ما ينفعش ان هو ياكل حاجه هارد, ما ينفعش ياكل لب مثلا, ما ينفعش ياكل مكسرات, ما ينفعش اي حاجه هارد او اي حاجه ناشفه ما يقدرش ان هو ما ياكل عليها تمام. الشرب بتاعه يكون عباره عن سوائل دافيه, ما هي سخنه تعمل لي مشكله او ان هي تكون ساقعه خالص تعمل لي مشكله. الاكل يكون حاجه وسط او الشرب يكون حاجه وسط ما بين الاثنين. ممنوع طبعا شرب اي سجاير او سموكينج باي شكل من الاشكال تمام. الدريسنج بتاعي او البريو باك اللي انا حطيتها مع العيان لازم يبقى فاهم كويس قوي ان البريو باك دي ما تنشالش من مكانها, ان في مجموعه كتير من البيشنت بيبدا يشيل لك البريو باك تمام, انت ما تشيلهاش, انت تسيب البريو باك زي ما هي. لو هي وقعت بعد كام يوم ما فيش مشكله تمام, ما وقعتش تسيبها زي ما هي لغايه لما تيجي وانا اشيلها تمام. نقول للعيان لو حسيت بسويلنج بسيط هتبدا تاخد الانتيبيوتيك بتاعك تمام بشكل فعال, ده لو السويلنج ده حصل بعد كام يوم تمام. الطبيعي ان بعد اي سيرجري ممكن يحصل معايا اديما تمام. الاديما دي عشان كده انا بدي نوع من انواع الانستراكشنز للعيان, بخلي العيان وهو طالع من العياده تمام يشتري اي حاجه ساقعه كنزايه او عصير ساقع تمام, ويبدا يعمل ابلكيشن على السكين من بره في جنب المكان اللي فيه العمليه تمام. الكولدنس اللي موجود قدامي ده هيقلل لي شويه البلاد سبلاي اللي ممكن يحصل تمام, فهتقلل لي البليدنج. لو حصل في اول يوم او اثنين نوع من انواع السويلنج تمام للعيان, يبدا يحول الكولد فومنتيشن اللي حصلت
هو الفومنتيشن، يبدا يعمل كمادات ميه دافيه. تاني لان دي معلومه كتير مغلوطه عند الناس، ان الناس بتعمل مع السويننج كمادات ميه ساقعه. الكمادات الميه الساقعه تحصل دايما بعد التروما، يعني لا قدر الله اي حد ماشي وخبط مثلا في باب، خبط في اي حاجه، بيبدا يعمل كولد سويلنج، كولد فومنتيشن على المنطقه دي. انما لو هو عمل الكمادات دي بعد تمام السويلنج او كمادات الميه الساقعه بعد السويلنج، ده كومبرومايز كونديشن. المفروض لما يحصل السويلنج اعمل كمادات ميه دافيه، قبل او بعد التروما على طول وقبل السويلنج اعمل كمادات ميه ساقعه. تمام. هي طبعا التوس براشنج او سوفت براش اللي يبدا يستخدمها، ما يعملش براشنج في اول يومين على مكان السيرجري، بعد كده يبدا يعمل براشنج بسوفت براش مع تاتش، التاتش بتاع البراش نفسها تبقى ديليكيت او بسيطه خالص عشان يشيل لي الفوت ديبريس اللي ممكن تبقى موجوده مع العيان. تمام. يبدا يستخدم الماوس ووش اللي احنا اديناه كنوع من انواع الانتسيبتيك انفكشن او الانتسيبتيك افكت اللي ممكن تبقى موجود. تاني انا بدي للعيان مجموعه من الانستراكشن، تبقى مجموعه من الميديكيشن كبين كيلر عشان البين، انتبيوتيك عند الاحتياط، بدي له ماوس ووش عشان ديس انفكتنج للاورال كافيتي، بمنعه من الاكل على المنطقه دي، الاكل يكون عباره عن اكل سوفت حتى لو هياكل على المنطقه البعيده عشان يحافظنا على الكلام، بس الدرينك بتاعه ما يكونش او الحاجه اللي هيشربها ما يكونش لا تحط ولا كولد، يكون متوسطه زي اللي نازله من الحنفيه. تمام. هيبدا ياخد الانرجيزيك لما يبدا يحس ببين، لو حس ببليدنج يبدا يعمل بريشر بجوز على المنطقه اللي بينزل منها البليدنج لمده 10 او 20 دقيقه. تمام. لو البليدنج وقف تمام ما وقفش لازم يعمل ريكول. تمام. هيبدا يتمضمض بالماوس ووش العاديه عشان يعمل لي ديسانفكشن للمنطقه اللي موجوده، ممنوع تماما التدخين، هيبدا يعمل لي كولد فومنتيشن او كمادات ميه ساقعه على السكن من بره جنب العمليه. تمام. عشان يقلل لي الإديمة، حصل إديمة هي حول كمادات المية الساقعة لكمادات مية دافية. تمام. ده من ضمن الانستراكشنز اللي أنا ممكن أديها للعيان. أنا بس استغربت إن في ناس بعتلي للشات على إجابة السؤال اللي هو من ثلاث سلايد. تمام. طيب هنبدأ نتكلم على الأسيستنت رول في حالة الجينجيفكتومي والجينجيفوبلاستي. انت طبعا بتجهز لي كل الانسترومنت اللي انا محتاجها، بتجهز لي الاكزامينيشن كيت، بتجهز لي البرودونتال بروب، بتجهز لي السيزرز بتاعتي، بتجهز لي الكيركلاند نايف والاربون نايف لو موجودين في العياده، بتجهز لي السكالب بتاعي اللي انا هبدا استخدمه، بتجهز لي الشيك ريتراكتور او الشن ريتراكتور، الشيك ريتراكتور اللي انا هبدا استخدمه مع الهاي سكشن مع اللو ساتشر مع السوشرنج ماتيريال اللي بتبقى موجوده. تمام. الاساس بتاعك انك هتعمل لي جهز لي انستيزيا الاول عشان ادي انستيزيا، هتبدا تجهز لي السكشن بشكل فعال اللي هو هاي سكشن، هتجهز لي الايريجيشنز من ضمن الحاجات اللي هي السلاين ايريجيشن، تبدا تعمل لي سكشن للمكان اللي انا بشتغل فيه بحيث انك تشيل البلاد وابقى شايف فيلد كويس، او ان انت تستخدم الجوز عشان تبدا تعمل لي بريشر على المناطق اللي بيطلع منها بلاد عشان تنشفها لي كويس وابقى شايف من العيان. بعد ما بخلص انا السيرجري ببساطه حضرتك بتكون مجهز البريو باك. تمام. سواء كانت بودر وليكويد او سواء كانت البريو باك العاديه او الكو باك العاديه اللي هو التو تيوبس او النون ايجينول باك. تمام. وتبدا تجهز لي الميكس بتاعه بقى الاثنين مع بعض. تمام. لو انا محتاجها في وقت معين قبل ما اخلص، هنا انا وظيفتي وانا بجهز وحضرتك بتجهز البريو باك ان انا منشف مكان الفيلد كويس عشان البريو باك تلزق مع انتر بروكسيمال ما بين السنان وتثبت في مكانها. انما لو مكان اللي انا شغال فيه مليان ببلاد او مليان بفلويد البريو باك مش هتنشف، دي وظيفتي انا ان انا اجهزها، وظيفتك انك بتعمل لي الميكس بتاعي. تمام. تبدا تحط كميتين متساويتين من الاكتيفيتور والكاتاليست بتاعهم وتبدا تخلطهم مع بعض كويس جدا لغايه لما اللونين المختلفين ياخدوا هوموجينوس كلر، واحده بتبقى لونها يعني انبوبه بتبقى لونها ابيض والانبوبه الثانيه بتبقى لونها نبيتي غامق شويه، الاثنين بياخدوا اللون مع بعض فبيديني اللون نبيتي فاتح. تمام. فابدا مجرد ما انت عجنتهم الاثنين مع بعض او انت عجنتيهم الاثنين مع بعض او عملت ميكس مع بعض كويس، تبدا تجمعي لي البريو باك على السباتولا او على التانج بليت بتاعك. تمام. احنا قدامنا اقل من دقيقه، هنبدا نخش تاني عشان نكمل الجزء ده ونخش في المحاضره بتاع الليزر باذن الله.